psychologue au niveau de la direction internationale. Nous عندكم برنامج ان شاء الله نفسه في حسن هو يتمثل في محاربة كل ما يضر بالاقتصاد ويضر بالمواطن ويضر بالعقيدة الإسلامية. هنا يحجز كتب تنص بالعقيدة الإسلامية. أغلبية المحجوزات على مستوى الإقليم الجمركي تاع ولاية ولدان فيها المهلوسات والمتفجرات، المواد المتفجرة كما اللي في مامبو. هذه أغلب المحجوزات اللي راهي نحكموا فيها حنايا على المستوى تاعنا. هنايا في سطيل حجز المهلوسات، في واد سوف المهلوسات، في سطيل المهلوسات. عندنا هنا ثاني كاين حتى المخدرات كما راهي هنايا هنايا. هنا جزء كمية من المخدرات. يعني كما تبدأ مثلا لك على شكل حلوى مثلا المشكل ماشي هكا، المشكل انه عادوا في دو سكس يعني الاناث والذكور كل يتعاطاو كل انا قلنا بالك الطفله في من اعلى المخدرات ولا ولكن هما عادوا يشتغلوا دوكا الاناث مشي يروجوا بها المخدرات سيدي مدير المجلة تنتج على مستوى المديرية تاعنا رانا في العادة 18 فيها جناح كل مرة نديرو إطار تاعنا اللي نخرجو روترات ولا عندهم لمسة في القطاع فيه تاني جانب تاع اللي بسيكولوج نعطو لهم صفحة يديروا فيه موضوع هذا معرض بسيط جدا حول بعض الآفات الاجتماعية. تعرفوا أن المناطق النائية فيها أيضا تبعها إشكالية الآفات الاجتماعية. حاولنا إن شاء الله بقدر الإمكان أن يكون تأسيس يعني على مستوى السوشيال ميديا. Thank you.
حتى الوالي في الزيارة الأخيرة أكدنا أننا نكثروا من هذا المعارض هذا من الموديل هذا قلنا أحسن من الورقة تاع السيل الفكرة توصل الطفل أكثر من الأدوات في إطار الأيام الإعلامية حول الآفات الاجتماعية منظمة من طرف مؤسسة دول الشباب ولاية وريلا مرحبا بكم في معرض خاص بالمديرية الجهوية للجمارك. تعرفوا بلي من بين المهام المسندة لإدارة الجمارك طبعا المهام الكلاسيكية اللي هي مهام اقتصادية وجبائية. حاليا إدارة الجمارك أسندت لها مهام أخرى إضافة إلى المهام الكلاسيكية وهي المهام الحمائية والمهام الأمنية. احنا اليوم جبناكم مختصر او ملخص لمجمل العمليات التي قامت بها مصالحنا على مستوى المديريه الجهويه للجمارك في اطار المهام الحمائيه المسنده لها، حيث في السنوات الاخيره سجلنا عدد كبير من عمليات الحجز الخاصه بالمهلوسات والسجائر وكذا المخدرات، اضافه الى الالعاب الناريه وين سجلنا كل مناسبة تاع مولد نبوي شريف أحداث مؤسفة ومؤلمة وين تعرضوا لها أطفالنا إلى جروح أدت في بعض الأحيان إلى فقدان العين فقدان اليد إلى آخره. إذا هذه مجمل العمليات المسجلة والمديرية الجهوية للجمارك وإلى ومرحبا بكم. دار شباب الذي قامت لنا بتغذية ضد المخدرات ولنجاح أولادنا وأبناتنا في المؤسسات وفي الشوارع وفي كل مكان، نشكره شكرا ونشكر السيد الذي قام قبلي بتدخل بكلمة من الجمارك على هذه المدخلات، ونشكر كل جميع السلطات والإخوان الذين حضروا في هذه، ونشكر أحسن الشكر إلى مدير دار شباب محمد بن صديقة بن يحيى المخادمة ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الحشاب الإسلامية معروفة أنها دائما تنسق مع مديرية الشباب والرياض ولاية وريلا. اليوم نحضر أيام تأسيسية لوقاية من الآفات الاجتماعية التي يعلم بها الخاص والعام أنها أهلكت الشباب وأدتهم إلى 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 طريق مسدود. نحن ككشافة إسلامية جزائرية نساهم دائما في توعية الشباب عن طريق الأيام التأسيسية اللي كما رأنا اليوم إن شاء الله، أيام تأسيسية بتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وديوان مؤسسة الشباب. نحس الشباب على كما يقولوا التجنب هذه الآفات الاجتماعية لأن الطريق تاعها محدود ما يديش إلى الخير عن طريق كما نقولوا مضويات ولا أيام تحسيسية أو إرشادات توجيهات، لأنه هذه المخدرات راها تؤدي إلى الهلاك، وربي يحفظ شبابنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار برنامج مديرية الشباب والرياضة وقطاع الشباب والرياضة ولاية وريلا، شاركت الرابطة الولائية لتنشيط الوقت الحر بالمعرض المتمثل في محاربة الآفات الاجتماعية وهي الجريمة الإلكترونية، التسرب المدرسي، تفشي ظاهرة المخدرات والمشروبات الكحولية. كما نشكر كذلك المؤسسة القائمة على هذا على استضافة الأسبوع الإعلامي للآفات الاجتماعية، ونشكر كذلك مدير الديوان على دعوة الرابطة للمشاركة في المعرض. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى إطارات وعمال هذه المؤسسة التي تم فيها تنظيم الأيام الإعلامية حول الآفات الاجتماعية. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى ديوان مؤسسات الشباب، كذلك الجمعيات والمؤسسات التي شاركت في هذه التظاهرة التي يعني تقوم بالتحسيس من مخاطر هذه الآفات الاجتماعية، منهم
جمعية ديوان مؤسسات الشباب، كذلك جمعية المؤسسة دار الشباب المحترم للعملية محمد الصديق بن يحيى، ومصالح جمارك الوطنية، وكل من ساهم في يعني إنجاح هذه الأيام الإعلامية. إذن الشكر موصول لكل المساهمين. رجاء فقط أن يتم نقل مثل هذه المعارض ومثل هذه الأشياء يعني التي تقوم بتحسيس أبنائنا وبناتنا إلى المؤسسات التربوية ومراكز التكوين وكذلك المؤسسات الشبانية، ولما لا حتى عبر الشوارع أي في إطار الترشيط الجواري. تمنياتي بالتوفيق إن شاء الله للجميع، وإلى لقاء آخر في مناسبات أخرى. شكرا. قطاع الشباب والرياضة وديوان مؤسسات الشباب وضع رصنامة ثرية للسنة الاجتماعية 2022-2023 فيما يخص تنظيم الأيام الإعلامية والأسابيع الإعلامية المختلفة. واليوم احنا متواجدين مع الشركاء الاجتماعيين من الدرك الوطني والأمن والجمعيات والحركة الكشفية في افتتاح الأيام الإعلامية والتحسيسية حول آفات الاجتماعية بجميع أصنافها، مخدرات، التدخين، الحركة. ولاحظنا اليوم أن العملية بدأت منذ أمس على مستوى أطوار الثلاثة، المتوسط، الابتدائي والثانوي، وإن شاء الله راح تتوسع حتى على مستوى التكوين المهني والجامعة على مستوى الولاية. وأكد أن ما تم عرضه اليوم ثري جدا، وخاصة المعرض المنظم من طرف الجمارك على مستوى ولاية وردلة، وكذلك الرابطة الولائية لتنشيط الوقت الحر، وكذلك ديوان مؤسسات الشباب وبعض المؤسسات الشبانية اللي كان عندها معرض جدا مقبول حول محاربة والتحسيس حوله. ونتمنى إن شاء الله الحضور لساكنة ولاية وردلة كل، وخاصة ساكنة منطقة المخادمة المجاهدة المعروفة بحبها وشغفها للحضور مثل هذه التظاهرات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يتشرف المركز الثقافي بورهيشة إلى أن يشارك في الأيام الإعلامية للآفات الاجتماعية المقامة بدار الشباب الصديق بن يحيى المخادمة. وحاولنا من خلال هذا المعرض البسيط، وهو بالأحرى هو معرض إلكتروني، والهدف من ورائه وهو محاربة هذه الآفات عن طريق السوشيال ميديا. ونحن نعرف أن في المدة الأخيرة أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير إيجابي وكبير وفعال على مستوى الأطوار الثلاثة، سواء الابتدائي أو المتوسط الثانوي. فحاولنا من هذا المعرض الإلكتروني البسيط أن نعرف للشباب بالأطوار الثلاث المشاكل الآفات الاجتماعية والآثار الجانبية التي تؤثر على مستوى الجسم والنفسي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم خبقاني محمد عثمان، مدير دار شباب محمد صديق بن يحيى المخادمة. اليوم جسدنا برنامج من برامج المديرية بالتنسيق مع ديوان مؤسسة الشباب، اللي هو محاربة الآفات الاجتماعية تحت شعار نحيا لجيل صحي. وهذا من ضمن برنامج ورزنامة المديرية وديوان مؤسسة الشباب والتوصيات. كما شفتوا عندنا معرض، وكانت كاينة نظام ندوة مع الأمن ومع الجمارك مع السلطات المحلية. إن شاء الله السنة راه كاين برنامج هذا اللي قمنا به، العمج إن شاء الله يكون برنامج أفضل ويكون برنامج مكثف. ومرحبا بكم إن شاء الله، ونشكر كل من لبى الدعوة وكل من جاء وساعد من سواء من قريب ومن بعيد. وإن شاء الله العمج يكون برنامج مكثف إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا.